وإذا المنية أنشبت أظافرها ألفيت كل تميمة لا تنفع، فالعين بعدهم كأن حدقها ظلمت بشوك في عور تدمع. بتعمل ايه؟ بحاول اجيب لكم شعر عن الندم، بحاول اطلع لكم شعر عن الندم. فتحت اول حاجه لقيتها قدامي في جوجل، والكلام مش واضح عشان صوره، فانا مش شايف مكتوب ايه. والله اول حاجه لقيتها في وشي، فما اعرفش. السلام عليكم، عاملين ايه الاخبار؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. شعر الصحيان ده شعر حكايه. عاملين ايه الاخبار؟ اهلا وسهلا بيكم في السيم النهارده. ان شاء الله البي سي ما يرستاش، هو عملها مره واحده من امبارح يعني، فهي خفت شويه، بس كل ما بتكلم على الموضوع ده بيبوظ تاني، فربنا يستر علينا. انا مش منزل اللعبه اصلا، انا جايبها عشان السيم النهارده. حلو ده، بنزلها اهو. Wait a minute. Yeah, I live it. Ten thousand. We stepping on bed in the summer. النهارده نلعب لعبة. من وجهة نظري اللي مش هيشوفها لايف هيندم كتير. لعبة ديب ويب يعني في نفسها قوي. لعبة رعب. هتخلينا نصوت كتير. جامب سكيرز. شو انتوا عايزين جامب سكيرز؟ ايه هي؟ اسمها شوكسي. استنى كده لحظة. اسمها شوكسي. بيك ستيب. بس فاتن بس ان شاء الله باذن. في ايه؟ استنى، في ايه؟ ايه ده؟ ما علينا، المهم. فا اهلا، ايه ده الستريم بيلاج؟ الستريم بيلاج، الو. كان بيلاج جامد، كان بيلاج جامد. هيظبط دلوقتي، ظبط 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 ظبط. المهم يعني خلاص بس كده. فا ماشي، المهم عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ وقعنا 3000 فريم في اول الستريم، فشيء جميل جدا، اتمنى ما تتكررش تاني. فخلينا نشوف بقى اللعبه هتبقى عامله ازاي. نزلت خلاص اهي. ممكن عشان كانت بس المفروض ما يأثرش. طيب شوكسي لعبه غريبه جدا، ان شاء الله تعجبكم. بس ما فيش اي حاجه كده ولا كده. الجوده مش حلوه ليه؟ انا عامل كده قصد، قصد صوت يعني. بسم الله. لعبة صينية، لعبة صينية صينية. هينزل يوتيوب. بص انا عندي بقى حركة جديدة هعملها كده، اي حد هيخش يسأل على يوتيوب هياخد تايم اوت. ليه بقى؟ عشان قلت بطلت اسأل السؤال ده. حلوة كجرافيكس. اتفرج بس، هي بس بتفتح بس عشان ويندوز جديد فبينزل حاجة. بس سماعة بس سماعة وهنعلي الصوت. انا بقول لكم اهو الصوت اللعبة هيبقى عالي، ماشي؟ انا قلتها اهو، تمام. خلي لي كل حاجة خمسة، ما اعرفش ايه الخمسة دي، بس خليها خمسة. ريفليكشن كواليتي خمسة، شادو كواليتي خمسة، انا خمسة، ابلوي كل حاجة خمسة، ماشي. بس بسمع احنا رايحين نيو جيم. ايه ده؟ حلو، يلا بينا. اوكي استنوا يا جماعه، ماشي. بسم الله. ايه ده بقى؟ مش كده، استنى اعمل ايه؟ الوحوش كمان بيحبوا الكوينز الذهب، والعالم مليان كوينات ذهب، وهم خسروها بالغلط. اوكي، وبكام عن ايه؟ حبيبي يا اسطى، حبيبي. استنى بس هذا. ليفت اند دراكت، فاير ليفت ماوس، تي فلاش لايت، سي كراوتش، ار ريلود.
view weapon Z. ايه view weapon Z دي؟ اه inspect. اوكي 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 استنى اتاكد لكم بس كمان ان الجاتو شغال كويس، ان كل حاجه بايظه من ساعه ما رستارت الويندوز. مش كده يبقى احسن؟ اه كده احسن. ما ينفعش ننط. كوين ده بقى. اوكي تلات. لا انا عايز، ينفع التوطية تبقى توجل؟ مينفعش. ماشي الزرقاء دي ينزل. طب في ايه؟ بس بقى حلو. تعالى هنا. في ناس بتقول ان في ناس عمالة بتختفي اسمه ايه ده؟ في المستشفى، وان الشرطة بتدور عليهم من فترة طويلة بدون أي نتيجة، و بيعرضوا بس على المحققين بتوع الغرائب والعجائب بتاعت الدنيا ان هم يجوا غرائب الطبيعة. هي القصة بجنيه طبعا. معانا 4 كوينز ذهب. بتاعنا ما تهزتش. تهزته؟ ايه ده؟ عادي ضلمة غلط من غير كشاف. اوكي. اه الباب ده اتفتح. اوكي. طب هنخاف يا لعبة ولا ايه؟ بنقفل الباب ده؟ مين؟ ايوه الباب ده في الباب ده خطر صح؟ ما يفتحش. اوكي طب انا اعمل ايه؟ طيب ليش؟ مفيهاش حاجة، مفيهاش حاجة، مفيهاش حاجة. طيب الباب اللي فتح ده بقى بيودي على ايه بقى؟ ولا أي هباب. اوكي فرقة تانية صح؟ مش احنا فتحنا دي صح؟ دي بقى هو مأجور من عنده ولا ايه؟ هو فرح يا عم. ايه ده يا عم؟ هو عيد ميلاد بجد؟ عارفين الناس اللي بتلبس سبونج بوب والغوريلا والحاجات دي؟ هو جايبهم كلهم عنده تاني. اوكي 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 اللي بعده. انا ايدي تتهز ليه؟ مفيش حاجه عامه. في حاجه؟ اه ده الباب اللي احنا عايزين نروح. طب ده بيعمل ايه ده؟ طب ده يا نو رياكشن. ما انت ما انت مشيت اللي لفيت شفت بتاع في وشك. هو ده اللي فتح. استنى بس يا استنى. هو ايه ده؟ ايه ده؟
ده؟ ايه ده؟ اوكي عامة احنا عايزين الاصفر، عايزين الاصفر. لا لحظة، احنا معانا كام كوين؟ افتح لي ده. فرق اثنين، فرق اثنين. بس ماشي. اوكي اوكي. هنخش هنا. بس كنت عايز اتاكد احنا كده خدنا الكوينات ولا لا، فاهمين؟ احنا كده معانا الكوينات كلها. طيب هنا في لمبتين، يعني نفتح زرارين صح؟ نوتوريوس، شكرا جدا على السبسكرايب يا اسطى. ثانك يو فيري ماتش. ايه يا ايه ده؟ ايه؟ ايه طيب؟ ماشي. لو حد عندها حاجة. ثلاثة ذهب. ثلاث زرار في ماجيك بوتن. يا عم حماده، ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا ضفت؟ بس بت اعمل ايه؟ اوطي؟ دماغ شغال. طب انا احتاج اطلق. بص فايت ولا ايه؟ طق ده كله. ازيك ازيك يا طفطيف؟ ازيك يا مصطفى؟ عامل ايه؟ عامل ايه يا مصطفى؟ Someone heard a strange noise behind the bookshelf. Is it haunted? حد سمع صوت غريب ورا البوك شيلف. هل البوك شيلف يعني ملبوسة؟ يتزور ده تبي ده. Red water. Red water. سمعت. هل البوك شيلف فيها حاجة يعني؟ احنا فتحنا ده؟ اوكي. استنى بقى كده. لا 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 انت نو هريك كلب بقى. بصي بنطمن. اه والله اه والله. تعال 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 تعال. دول كذا واحد. موتناهم. بيتك. طيب موتناهم. حد عايش؟ لا فقد ليه؟ انت يا صح يا؟ لا خلاص اوكي. ده البوك شيلف باين؟ جاي هنا ليه يا جماعة؟ مش فاهم. ام شكله صعب. ما هو الام فاهم دوامة. اعتقد كده ممكن يكون فتحت البتاع. الصوت ده
صدي صدي جاي منين ده؟ ده صوتي هنا وانا بجري. اوكي. طب هل في حاجه هنا ولا هنا المفروض اعملها؟ هو بيتكلم عن بوك شيلف، وان البوك شيلف فيه صوت غريب من ظهره، فانا جيت هنا مفيش حاجه ممكن اعملها عند البوك شيلف. الطلقه ما عملتش حاجه، كل ده ما عملش حاجه. اوكي طيب طب ممكن يكون كده خلصت المفروض اعمله هنا ولا ايه؟ لا لسه في زرار او حاجه. استنى خلونا نركز، هنا مفيش حاجه. هنا دي ايه نظامها؟ مش حاجه. ده ايه ده؟ مش حاجه. ده دوسنا عليه خلاص صح؟ ده المفروض داس عليه خلاص. تفتكر انا بوظت اللعب؟ لحظة، هو انا بوظت اللعب لما ضربتهم من بره؟ ممكن تصدقوا؟ ممكن. انا فين؟ يا لهوي انا عايز اتقتل، انا عايز اتقتل. حد يقتلني. مش ممكن تكسر هذه اللعبة. طب انا واحدة قبل ما اموت دي كانت تشيك بوينت رهيب بقى. بتهزر صح؟ لا هو اوكي تشيك بوينت رهيب. انا فعلا هكمل المطرح ما انا وقفت. ماشي تطلع تاخد. ماشي اوكي ده اتعمل خلاص. هات الطلق ده. قد تعبت. ماشي ده تمام. ابدا هنخش هنا ونتخض بس هنحب بيه بقى. ماشي مين اللي هيطلع لي؟ مين هيتحرك؟ يا شباب طب يا جماعه المفروض احب بيه. طب ممكن مثلا واحد من دول ظهره فيه حاجه او وشه فيه حاجه. استنى كده يوتيوب. استنى بس اتاكد بس احنا ماشيين صح. لا مؤاخذة كوكستيل كومبليت جيم. اي شوكسي مش شوكسل. شوكسل ايه بس؟ لا مش هنا ولا هنا. ايوه هنا. ايه بقى ده؟ ارجع. جيب منين ده بقى؟ اهو ماشي. انا مش بعمل ايه. وصلت هنا ازاي يا اسطى؟ ايوه استنى. يا لهوي شباب خلاص. جت. شايفين الكتاب الاحمر اللي هو يعني مش باين حرفيا ان هو مختلف عن بقيه الكتب اللي هو ده؟ هتبص ليه؟ مش هتبص عليه لان انا بصيت عليه قبل كده. مش هتبص عليه، هتبص شماله
او يمينه عاكة اسنه. هتبص تفهمين في حاجة مفروض تدوس عليها بس هي بايزة. يا الله استنى اهي. مالين اوعى تقوم الاثنين كده كده خلاص. مشكلة بايه باجي؟ المشكلة انا حرقت على نفسي حاجة وهي ده. انت طويل ما ينفعش تخش هنا. بص لقيت مسدس. قولي والله يا رؤى. ايوه انا بصيت لقيت مسدس. لقيت مسدس مش شغال. انت مجهودك طبعا بنفسي. وده فر هو بيرقص. استنى بقى عشان نفهم بس بيرقص. ها ده خنزير ولا فر ولا انت ايه؟ انت نوعك ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه يا فندم؟ ده ايه ده؟ بدون طلق ليه بقى؟ ما طالما فيها طلق يبقى فيها مصيبة. نيد كروبار. اوكي امال ده ايه؟ دي جزارة. الله حته ستيك اهي. حته ستيك ايمو. انا مكتوب ايه؟ The intruder's note. Intruder. I heard that there's a secret room in here. اوكي في اوضة مخفية في مكان ما هنا. والاوضة المخفية دي المفروض فيها حاجات غالية اعتقد فلوس او جولد. فايدة الجولد ايه لغاية دلوقتي معرفش. بس واضح ان ليه فايدة. مش هي دي؟ مش هي دي الأوضة السرية؟ خنزير خنزير خنزير. اه ده كذا واحد. اوكي عبقر قاعد بيتفرج. الله بيضا ايستر ايج. ان ايفل ايج از اباوت تو هاتش. عبقر بيتفرج. ها عبقر يا قمر بتوت عريان اغطيها يا قمر. دي عليها دبان اغطيها بختيشي ودي لونها مشمشي. ايه بقى؟ ايه 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 مش عارف دي ايه اللي انا بغنيه ده. يا جماعه بقعد اغني الاغنيه دي للقط بتاعي كل شويه والله العظيم. كل شويه كل شويه بغنيها للقط بتاعي. هو مش حبيبها خالص. لا دي في فيديو كده لام بتغنيها لابنها وابنها عمال بيرقص مبسوط قوي. شكد شكد. رياكشن تايم بيك التيميت هيومن بينج. يعني ها ناس كتير قوي لعبت اللعبة. الله الكروبر. ناس كتير قوي لعبت اللعبة دي وقعدت تتصوت وتسأل.
ناس كتير قوي لعبت اللعبه دي وقعدت تتصوت وتصرخ ومش عارف ايه وكده، فده اللي خلاني احس ان هي رعب قوي. بس لغايه دلوقتي انا مستمتع، بنلعب معاك وبننبسط وبنضحك، بس مش خايف. نعمل فيديو شات الانستا بتاعنا، هتمنتجوا؟ لو هتمنتجوا ماشي، لو مش هتمنتجوا لا. مبقتش اعمل الصعب، بقيت اعمل السهل اللي يجيب، اللي يبسط الناس. يلا بينا. حاجة هتجري من هنا ولا ايه؟ ايه ده، معقولة مفيش؟ ايه ده بقى؟ ايه البورس ده؟ في زرافة؟ لا مش هعمل اغنية المليون لا. مش هعمل اغنية المليون ومش هلعب انترند ومش هلعب روبلوكس. بس الناس اللي بتكتب التلات اجابات اهم، عشان ده الشات عمال بيسألني عن الموضوع ده بقاله شوية. مش الشات، هم تلات اشخاص مش عايزين يحسوا انه خلاص كفايه كلام. مين ده مين ده؟ ايه في ايه؟ عايز ايه يعني؟ خلاص كده؟ ده خد بان ليه ده؟ طلب تايم اوت. فودي ياه اللي طلب تايم اوت. هل تعلم ان، هل تعلم ان، هل تعلم ان من يقوم، انا اتزنقت، هل تعلم ان من يقوم بطلب التايم اوت او البان ياخذ البان ولا ينفك عنه مهما اعتذر؟ يعني انت خدت بان، ايه ده؟ اتخضيت والله، والله العظيم ما اعرفش دي قلب ولا رجلي. يعني انت خدت بان ابدي، تخيل؟ للابد، لنهايه الحياه، بان. يا عم انا ما مش، يا عم استنى اقرا، يخرب بيتك، ايه ده؟ العب ده ايه ده؟ اعمل ايه طيب؟ ازاي اطلع من الورقه؟ لحظه افهم. ايه ده؟ عايز اقرا الورقة. الشخصية بتمشي بتدوس على ورقة. Unusual all of which are enlightened monks and can deal with terrible creatures and ordinary cannot attack and the weapons only effective. بيتكلموا عن الاسلحة، الاسلحة اللي بتاعي شغال. ايه ده بقى؟ بجد ايه الرخص ده؟ والله بجد. سهم يمين شمال، نمشي يمين. ايه ده بجد؟ تقريبا. When he gazes into the abyss gazes back at you. It whispers, its whispers out of shadows and its murmurs out of darkness. The clone train. بتتكلم عن الشر، ولا بتتكلم عن الشر ولا هتفيدنا بأي حاجة في الحياة. العمود ده مكلف كتير قوي إن هو يكون هنا. هو ده. ماشي. There's weird writing on the wall but it's blocked. I wish I had a gun. إيه؟ No. Okay. No. Yes. Shadow. يعني ايه شادو؟ يعني ايه شادو يا روش؟ سوري. لايت. اوه فلوس. يعني ايه برضه مش فاهم، يعني عايز ايه شادو لايت يعني؟ طيب دي حاجة. يعني توقعت ايه؟ مش انت بتخش هنا. مانو؟ ملك؟ اوكي. Okay.
حلوه يعني. اي انت عايز طب لاصق كده ما استفدتش حاجه قوي يعني. بقول لك ايه بقى الصندوق ده ما يتنش. اعمل ايه؟ طب استنى خلي دي منورة تمام؟ ده مثلا ايه؟ اوه والله انا بهبد. اوكي هنا شادو هنا لايت هنا نو ايه في لمبه كمان هنا ولا حاجه؟ هبت 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 ايه هبت يا شباب هبت. اعتقد انا كده بوظتها ولا ايه اللي حصل بقى مش فاهم. اعمل ايه دلوقتي؟ اعتقد بص بص يا طبيب بيبقى في هنا بلاتفورم بنعمل كده. استنى شويه نعدي. وده ده بقى كمان بقى استنى بقى ايه ده شرير. في واحد مصمم يعمل لي هاك على اساس ان هو بتاع لعبه ذا وولف امانج اس 2. كل ما يبعت لي ايميل اقول له حلو مبسوط قوي ان انا هشتغل معاكم اخيرا لاني بحبكم قوي. ممكن تبعت لي من انستجرام بتاعكم مسج عشان اتاكد ان انتوا. يروح باعت لي من ايميل جديد نفس الايميل. هاي انا فلان الفلاني. انت ايه بقى؟ انت وحش اصلا ولا تمثال ولا ايه؟ اي كونتاكت ده؟ هسيبك عايش. شكلك ابن حلال وطيب. ده ايه ده؟ كوين اوكي بضاعة في ايه يا اسطى؟ انت شيء ولا طيب؟ طيب عشان مش فاهم يعني اسيبك ولا اقتلك ولا اعمل ايه؟ يا ابني انا غلطان يا عم. هو ايه ده؟ مش بيموت اصلا. اوكي ممكن تستنى عندك لحظة؟ اوكي هو مسدس مبقاش يدمر ولا حاجة ولا ايه؟ ولا يعني ايه؟ انت ست ولا؟ انا عايز اجمع اشلاء ليكي. اوكي ماشي مثلا خضيت. The hospital staff pretty much knows the code to the hospital basement. معلومة جميلة. يا عم استنى استنى رد عليه. تعالوا نرد على الهاكر. نرد على الهاكر نقول له يا جماعه تيلتيل بارتنرز دوت كوم. هلو ماي نيم از ايزابيلا اي ام Wolf Among Us 2 نازلة امتى؟ استنى 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 The Wolf Among Us 2 نازلة امتى؟ 2024. Hello Before we take the conversation any further come would you be able to confirm your confirm your identity كذا عشان ما تتذكروش ها using one of the telltale social media accounts via direct message
بس كده. لو هاكر بيروح عامل ايه؟ بيروح قايل الواد ده فاهم وبيعمل ايه، فبيروح ما بيبعتلكش تاني خلاص. والله بجد بيتضايقوا قوي. طلع مش وانا باصص له يا اخوانا، والله طلع مش وانا باصص له. يا سلام، انا ممكن تعاون. اوكي يا جماعه، ده مش بالبص، مش بالبص، دي قله ادب وسفاله. مش دي الحته اللي بتاعت بلايندنج لايتس بتاعت ذا ويكند اول دخله؟ عايز اخد الكوين ده. تمشي يمشي يلا محشي كرومب. والله والله شباب محشي كرومب. بصوا واحد اتنين واحد تلاتة تمانية. حاضر يبصي انت كمان. بسرعة هيطلع لي تاني صح؟ ولا خلاص؟ الحمد لله. ايه ده؟ شوتجن. ايه ده؟ 66 جولد. The gun is the demon pan pan left you. Eh? The original price of 998 now as long as 66 gold can be permanent owned number 1 to 3. ده يعني واحد صيني مترجم جوجل الصيني فاهم؟ سوينج يا اسطى استنى يا اسطى هتفوت عليه اللعبة. Urban legend has a creepy weirdo named the swinger box or the swing boxer. He can quickly swing his head from side to side in battle. اوكي في حد بيعمل راسه يمين شمال كده كتير، انا عارفه من التريلر. فانا واجهه فانا بفكر في حاجه. بفكر في حاجه. ده ب 66 جولد. يا الويندوز جديد، مش هعرف اهكر، مش هعرف اهكر. كان ودي ناخد السلاح بس مش هعرف اهكر للاسف. للاسف. اهو هو ده بصوا. بس خلاص كده انا موت. هو ده البوس فايت ولا ايه؟ انا بضرب ها، انا بضرب عادي. مش بتخض ليه يا جماعه؟ مش بتخض ليه؟ طب لحظه لحظه عبقر لحظه. I got you I got you I got you. استنى ايه ده يا جماعه؟ ايه ده؟ مش فاهم ده ايه ده؟ ايه وبيعمل راسه غريب؟ ايه ده في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بقول لك ايه، فعل اعمل سبسكرايب.
اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا خايف، انا خايف قوي قوي قوي. ياه ياه، اهزمه ازاي؟ اهزمه ازاي؟ مش فاهم اهزمه ازاي. انا معيش 66 كوين. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ده مايك تايسون، ده تايس مايكل. اعمل ايه؟ هو ده البوس فايت، مفيش اي حاجه بقى تانيه. يلا. His weakness is his head. If the head is attacked, the swing clamp will go into rage and increase the movement speed. Attacking his legs will make him very slow, but deal. اوكي فهمت. محتاجه ايم. طيب هل اقدر اضربه من هنا؟ ماشي، نضربه في راسه يتضايق، نضربه في رجله يبطأ. بس هو كام متضايق تقريبا؟ نضربه في رجله. يلا بقى ايه 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 يا اسطى؟ فين؟ فين؟ ما جرناش. الذين غفلني، ابن الذين غفلني، ابن الذين غفلني. كنت هكسبه خلاص. هي دي لعبة رعب. ايزي ايزي ريتراي. ايو ايو ايو. يلا ايو. مش هقرب منه، استنى. ده نايم. اوكي الشوت جن ما ينفعش اشتريه خلاص. المفروض اجمع ال 66 كوين بدل. سيبوه ينام بقى، مش هتعب نفسي. وصلنا الى المستشفى. When you hustle and bustle. بقول لك ايه، هصل انبسط دي فكرتني بالبصل. لحظه واحده جايلكم.
واخدة شباب، أصل أنا بشتغل إيه؟ بشتغل دبل تايم عشان أنا بعلق على الطول اليومين دول ماشي، فالوقت بتاعها هيبقى عبارة عن ستريمات وكونتنت وتعليق، فمش هخرج من البيت حرفيا. فطالب سندوتش فخمة شوية ماشي، وانت تاكل حاجة هيلثي شوية. دوت لعبة ايه؟ لعبة اسمها رين 1. العب معايا، مش عايز اوصل معايا، بس اوصل جواه. انا اصلا عجباني الفكره دي. يا كي ام جي، يا شكرا على السبسكرايب، يا ثانك يو يا براذر. ده سندوتش فراخ مشويه، ده اللي عاجبني، مش شاورما. لا فراخ مشويه اللي هي بتلف في المكنه دي، عامل هيك سندوتش. عبقر حبيبي. أطلع على أي محتوى. لا أطلع مونتاج. I need you brother. المستشفى دي عارفها. جود. بيقول لك هلو ليديز. ايه ده؟ عايزين نروح للبيضة دي. وانا كده فتح النور بجد؟ كنت فاكر ان دي هتبقى حرق. عايز افهم الكومنت ده. في كومنت، استنوا لحظه يا جماعه، في كومنت كده بحاول اقراه. تعالوا نقرا مع بعض وفهموني انتوا. بما اني باكل، استنوا. يوه. حد فهمني ايه ده؟ يا عم اتخض مره. يا اسطى عايزني احور عليك واعمل لك نفسي خايف؟ انت بتغني مين؟ مروان ريحان؟ ايه كلوز يا صاحبي؟ طبعا بهزر بهزر. ها؟ عشان قريت كومنت النهارده الفيديو من فيديوهاتي على الستريم، الستريم الاستمات اللي فاتت، واحد كتب هو ليه بيستي بيكره جامايكا؟ هو جامايكا عمل له ايه قبل كده؟ بكرهه عشان هو يتكره. انت متخانق مع مروان؟ ايوه انا متخانق مع مروان ريحان، وهننزل مع بعض ديستراكس. انا ما قلتش انا بحب جامايكا، بس مش متخانق معاه. مين اللي نايم على جنبه ده؟ كبير قوي المستشفى بجد، كبير قوي على الفاضي يعني. ما تلعبوش بس انا برضه عليك فلوس. Shit!
كلنا عارفين ان الشيطان بيبيض. انا هموت والله. دنيا كتبت لهم خلي اعملوا سندوتش ليتل سبايسي. هم عملوا السبايسي ليتل سندوتش. والله ما يدري. الله قول يا فنانة قول. ولا لا ولا خلود. انت هنا تلعب ريمبو بعد بعد ما نخلص، بس مش في ستريم مع نفسنا، جيب واحد بس عشان نشتغل ورايا شغل. والله غني لك اغنيه حلوه قوي، والله العظيم غني لك اغنيه حلوه قوي قوي قوي. حلوه عشان الضيط اللي انت عامله، انت بتتريقوا. ها خالد مش هنا او من افضلي ايا كان، كان عنده فرصه وراحت منه. غني اغنيه حلوه قوي، انا ما فرق معاكم. امبارسنج. لحظة هسيبها ثانية واحدة. كالكوليتر. 5 5 7 8 + 8 8 8 يساوي 6 4 6 6. انت عايزين اجاوب؟ ايه ده؟ وانا كنت غلط؟ 5 7. سوري 5 7 7 8 + 8 8 8 يساوي 4 6. خلاص ايش؟ طب انا جاوبت غلط، ما حصلش حاجه. ايه اللي بيخوف الموضوع؟ مش عارف. والله العظيم انا عرقت من الاكل السبايسي، اقسم بالله من كتر ما الاكل السبايسي وشي احمر وعرقت. استنى انا اروح ارخم على الدنيا وجايلكم لحظه واحده. خلاص يا جماعه طلع في ندم من الطرفين، يا جماعه طلع في ندم من الطرفين. طيب هو خالد بجد مش من السن بتاعي. طب هو جه ليه؟ موجود يا صاحبي، يا صاحبي بقول لك تلعب رامبو جيم واحد بس، جيم واحد بس مع نفسنا كمان مش في ستريم، يعني بعد الجيم ده، بعد ما خلص الستريم ده جيم واحد بس رامبو. هي بتعمل عندي داونلود، لو وافقت هغني لك اغنيه حلوه. انا العب ماشي، هغني له اغنيه يا جماعه. يلا خالد يا عسل، يا بتوت عريانه غطيها يا عسل، دي عليها دبانه غطيها واختشي
ادري انا مش ماشي زمان كمان يتغني السين ده اغني له الاغنيه بس انا خير. انا عايز اسمع الفيديو ده يا جماعه عشان الواد بيضحكني قوي لان هو كلولس. دودو دودو يا عمر دودو يا عمر هي مش عسل يا عمر. هو ده يا جماعه الفيديو. بص انا ولا عبقر. بص الواد ركز مع الواد ده. استنى يا ايه ده حد عمل لها اغنيه كامله. استنى يا فين الصوت؟ شوفوا ابني العسل ده اللي بحبه لازم ادلعه. انت فرحان اصلك مش عارف بقى ليه هيتغني لك يا ابو توتا. فصيله يا فصيله. انا عايز الاصليه مش عايز. هو احنا ليه الشعب بيحب يزور حته من عنده؟ الواد ده بيضحكني قوي يا جماعه. الواد ده والله بيضحكني قوي اقسم بالله. الواد ده هتفرج اغنيه عنده. استنى والله العظيم الواد بيضحكني قوي. لو حد يعرفه يقول له بيضحكني قوي. استنى جميل الطعم ده. شوفوا ابني العسل بحبه لازم ادلعه. دودو يا قمر يا بطوطة يا عريانة غطيها يا قمر دي عليها دبانة غطيها واختشي دي لونها مش ماشي. استنى كان عنده واحدة بتاعت او ماي جاد. استنى 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 هادي 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 هادي. قولي لي يا دي اللي كنت غنيها قبل ما اسافر. قولي لي يا خاينة كوتو اتس ابو ديرو باسيتو هامودا. قولي لي يا خاينة ليش تنوسي. هادي يا بنتك ماما برضو انا ما جبتش الفيديو بتاع الواد اللي بيغني الاغنيه اوريجينالي اللي بيرقص الاغنيه. ويبينج وومن باي بوزنج ان جيرل بنفس الوقت. انا قريتها من شويه. الهبل ده هات الشوتجن. حاضر يا اسطى اطلبه يا اسطى اونلاين. ما ينفع مش بمزاجي يا اسطى. هو لو موجود هنبقى نشتريه وبعدين فاضل لنا كوين اصلا. بس مش اصلا معلش كوين بتاعهم. قلبي مفتاح ايه اللي حصل بس ايش؟ عايزين نطلع الدور اللي فوق. في طلق هنا في مكان اللي انا رايح اخده قبل كده. ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ اللي بره ده المفروض يبقاش هنا. دي مستخبي مننا. بس كده هو ده اللي هنا؟ شفتي اتحداك تتخض. والله يا شباب انا لا احب الاصطناع. بص يوما ما مشاهدات القناه هتقع اكتر ما هي واقعه. يا عم مين هو هيلعب معانا؟ مين صاصة ده؟ مصطفى؟ لو جيم واحد بس نزلوا اللعبة انتوا بس. المهم يعني يا ماما هنحتاج نصطنع. بقى ايه بقى؟ هفكر اكشنات كتير. هعمل قاطر رياكت. هعمل قاطر رياكت وهرياكت فيك. فانا واعمل فلوس. المهم احنا فضلنا مفتاح. هو ده تقريبا. هو ده تقريبا. هو ده. انت فيك. انا فيك فريند.
فكت على فيديوهات صعب افك الضحك على فيديوهات. Very difficult. بس انت جبت الكون الاخيره. طيب يا حبيبي ماشي، بس ما فيش لازم يبقى الشجر قدام عشان اشتريه، مش بمزاجي والله. مش اوردر، هو اونلاين، مش هطلبه من موبايل يعني. فاهم؟ اي ستريمر استنى كنت اقول حاجه بس خلاص مش وقت. كنت هدس اللعبه دي واي حد يلعبها. بس عامه يعني انا سمعت ان في ستريمرز كتير قوي كانوا بيخافوا منها قوي اللعبه دي، ويام يام يام وبتاع. وعندي ليهم رساله، بطلوا فيك ماشي زي ما رابتور الله يمسيه بالخير قال. بطلوا فيك جو اليوم يامي، ما فيش منه في اللعبة. انت عايش ولا ميت ولا ايه؟ هو بيبعد ولا بيقرب؟ لا ممكن اللعبة دي تعملها لل 9 year olds، عارفين زي 5 نايت ات فريديز والحاجات اللي كانت العيال الصغيرة بتحبها دي. سيتي روم اوكي، ممكن تنفع، ممكن تنفع على الصغير. اكس راي روم دي ايه؟ مش روم اصلا تجيب معاهم يعني. في ايه؟ مش فاهم ايه اللي ايه اللي فيه؟ في ايه مش فاهم؟ يعني من سن كام؟ دي تخوف ما بين 6 و 9. لو انت اكتر من 6 و 9 وخايف لا خد وقفة يعني مع نفسك. بعدين يا فندم بعدين نصلكم بس من بعد. طب بعدين هنا Hospital officials try to cover up the incidents attributing. حتى كقصة مفيش على فكرة، هو القصة دي شات جي بي تي. الفكرة ان لو بص هعمل لكم بس انا زعلت. رايت ايكويشن اونلاين ايكويشن اديتور. بص يا سيدي من الاخر بس نبقى واضحين. اوكي صوت عالي، استنى اهو اهو ماشي صوت عالي. فين؟ لا يساوي مخيف. اوكي ما دفعتش انا بس انتوا فاهمين قصدي، فاهمين اللي فيه صح؟ استنى صوت عالي اوكي لا يساوي اوكي مخيف. اهي هادي دي معادلة. ممكن اعملها داونلود، ممكن انزلها مثلا كصورة. بص اهو داونلود نزل كصورة ولا ايه؟ اي دي اي بس. بما ان اليوتيوبرز بتحب الفيوز، اذا هيعملوا كونتنت فيك. بس فهمتوا؟ بعيد شهر 9 وانا مت. انا مت ازاي؟ هو انا مت امتى ولا ازاي ولا ايه اللي حصل؟
عارفين اللعبه دي تفكرني بايه؟ فاكرين الهور مابس بتاع جي مود؟ اللي هي عباره عن عشوائيه عشوائيه عشوائيه. هي زيها بالظبط والله. هي جي مود هور ماب بأسيتس كويسه شويه. انا 84 جول. واتس انف. طيب ديفل زيك خد يبقى معاه حد هنا بطيء. يعني يمكن اكتر حاجه عجبتني عجبتني لغايه دلوقتي الكات سين بتاع البوكسر اللي احنا حرمناه ده، اللي هو اصلا الشباك فيه خضه صح؟ يا جماعه اللي عامل اللعبه معاه ثلاثه كاركتر اسيتس مشتريهم او ببلاش، وعامل راندومايز بين البادي بارتس بتاعتهم، وقال لك شكرا على كده. والله العظيم ده اللي حصل بالظبط في اللعبه دي بالظبط. ها خدنا راس ال تيجي مش فاهم مش فاهم. موتي ولا ايه؟ زمان كنت بخاف من اللعب الرابع والله يا عم. انا زمان كنت خايف العب ديد سبيس والله، كنت خايف العب ديد سبيس. كان بالنسبه لي دي قمه في ال يم يم يم. لغايه دلوقتي انا ما لعبتش امنيجيا عشان انا واصحابي ما كناش قادرين نفسنا نخلصها. بس انا ايام ما كانش فيه لعب رعب كتير يعني. لعبنا امنيجيا ويا اختي يجيبك يا رعب والله العظيم. مش فاهم حقيقي، مش فاهم ايه اللي حصل. وانا فين كده؟ ماشي. لا مش فاهم ايه اللي حصل. دخلنا هنا خدنا الطريق ده خلاص مش عايزه. بصراش مش بمزاجي باين يعني، مش حاسس ان انا دوست على حاجه. يا ابني استنى، ايه اللي حصل ده كله؟ لما الرعب ياه ده رجلي.
اوكي يو نو وات يو نو وات المشاهدات بتوعها من هنا ورايح انا هخاف على كل حاجه بتخوف. خلاص نبدا نغير. يومي last 10 viewers ده تريد بص بقى باينه والله. ده عايزين احسب. اوكي انت اكيد مش عايزين احسب اللي في بالي صح؟ يا جماعه كان اسمها ايه المعادلات دي؟ sum of the numbers between 1 to 100 50 50 صح. ايه ما هو ده اللي بتكلم فيه. بقولكوا بيخليني ابص غصب عني اهو. مش قلت لك بيخليني ابص غصب عني؟ انا كنت بره الاوضه وبموت. هو ده يعني رعب يعني اللي بيخاف من الحساب ولا ايه؟ مش فاهم. اللي بيخاف من الحساب بيصلي. فين بقى النيرسز اللي احنا كنا بنركب لها بتاع؟ انا نسيت. المفروض في اوضه في مكان ما. يعني في اهي. ناقصك حاجه يا فندم انت ولا ايه؟ لا مفتاح اهو. X-ray room. Thank you. نروح على X-ray room. فقط دي كانت X-ray. دي كانت CT. دي X-ray. طب يبقى دي. انت X-ray؟ اه. باسج 3 كي. بيضة. Key of city room. حلو. نعمل كده ليه بقى؟ عشان دي حد يجي دلوقتي. معانا 103 ذهب. احنا اختنينا
استنى انا مفتاح الاوضه دي كمان. طبعا الباب هيقفل. ايه ده؟ ايه لازم في الاوضه دي؟ في حاجه غلط. باي باي يا صاحبي. آخر يا آمر. حد جاي بس ما اعرفش هو فين. ايه انت فين؟ انا عملت تريجر لاني بس مش لاقيه. انت هنا؟ انت فين يا صاحبي؟ برضو يا شباب ضلمة لا يساوي رعب. ضلمة لا يساوي رعب. صوت عالي لا يساوي رعب. يعني انا دلوقتي ده وحش لابس كروب توب. انا خاف ودهن ليه من تحت ده؟ انا خاف منه ليه ده؟ اتموسفير يساوي رعب. كاركتر بيلد كده يخوفك يساوي رعب. في حاجات كتير قوي تساوي رعب. element of surprise فاهم؟ في حاجات كده لذيذة في النص. عارف الست بيضات دول لما اعملهم كلهم هاخد ايه بس؟ خدنا كويس. يعني حتى لو هنتكلم كجرافيكس حتى لو هنتكلم كجرافيكس الجرافيكس مش واو. بلعب اللعبه ليه وانا عمال اشتكي؟ ام انجوينج انجوينج اه انجوينج لان انا بتكلم معاكم وقاعد بلعب. بس لو انا قاعد لوحدي كنت قفلتها في اول 10 دقايق. هي حرفيا لعبه معموله للستريمرز. اوكي ده الاكزيت ده النقطة. اه بفلوس ب 4 دولار وانا اللي مشتريها. فاضل بيضة واحدة. اه دي وسطهم فانا هحارب كل دول يعني. وبعدين حد فاكر المكان ده ايه؟ في حاجة دلوقتي بتحصل في الألعاب حاجة وحشة جدا الصراحة من وجهة نظري ده المكان اللي بدأنا فيه. وهي الأسيد فليب. الأسيد فليب ده اللي هو يكون مثلا في حد عامل ماب رعب حلوة جدا وخلاه بمبلغ رمزي راح واحد مشتريها. راح واحد مشتريها واحد مشتريها وعامل فيها لعبه رعب. ده اسمه اسيد فليب اللي هو تلاقي كل الناس بتعمل رعب في نفس الماب. بعد هتقولوني بقول لكم بلعب انا حافظ البيت ده. داخل اللعبه الرعب لعب رعب لعب رعب زي قبل كده حافظ البيت فعارف الجامب سكيرز ممكن تكون فين بوتنشالي. ابص ويكون عندك ديفلوبر. يعني دي مش حقيقيه. دول مش حقيقيين. يكون عندك ديفلوبر مش مبدع او مش بيعمل حاجات مختلفة تزال تتوقعه. تلعب اللعبة الرعب كأنها لعبة ماريو يعني. ماشي دي اخر بيضة. اصلا في لعب كتير من دي اصلا عاملينها بالدي اوي.
عندك دور تاني استغل. ايه ده؟ لا مستغل هو والله اهو. يعني مثلا بجري هنا، خلي ده يمسكني. شكرا يا بنتي. اجري سكرين اهي. دي اتعقب اهي. ان ايه العبث ده بقى؟ دي حاجات ممكن اشتريها تمام؟ سوبرمان اوكي، بيستول شوتجن دامج، بيستول دامج، موف سبيد، هيلث. اوكي هو مش فاهم ايه ده، هو انا فين؟ ability to jump، ability to slide the shovel. ايه اللي بيحصل؟ هاي هاي. انا خدت الشوتجن ببلاش. انت قلت ايه؟ هو ليه مكتوب عليها انها باتنين جولد؟ لا مش فاهم، خايف اعرف يعني، خايف احاول اعرف. The Conkins who live here have three large houses. There's a treasure for ايه ده؟ ايه في الارض؟ ايه في الارض؟ ايه في الارض؟ لحظة بس يا جماعة، بس نفهم بس احنا ممكن نشتري ايه. طيب دلوقتي انا معايا كام؟ 115، 20 زائد 20 40، 40 65، 65 70 90، ماشي 90 90 190 اوكي 105. طب انا عايز انط. حلو، انا عايز انط ماشي، وعايز هيلث اكتر، وعايز لحظه ممكن اشتري ده، ممكن اشتري هيلث اكتر تاني. موفمنت سبيد مش عايز ازودها، بيستول دامج مش دلوقتي، هات ده. ماشي كامل باقي معايا 40. هات ده، يعني ممكن اتزحلق دلوقتي. بصوا حلو ماشي، عندكم اي فلوس اي حاجه ثانيه ممكن اشتريها؟ اي فلوس اي حته؟ عاوز واحده كده يا جماعه معلش، هشوف بس هي بتعمل ايه. بس هل بتدينا حاجه مفيده ولا في حاجه شمال؟ ضيعت 2 جنيه على الفاضي. طيب حاجة تانية ممكن ازودها مفيدة؟ مفيش. يلا بينا نمشي. معانا شوت جان هسيبه دلوقتي على جنب. انا عايز اعرف ايه اللي هنا عشان شفت تقريبا بجد بجد تقريبا شفت بطيخة بتضحك تقريبا. فاكرين انوينج اورنج؟ حد من سني فاكر انوينج اورنج؟ اهو والله اهو والله اهو. انا كنت صح، دي فعلا بطيخه بتمشي بوش بيضحك. يا عم انت لسه تقولي قصه، هتقولي ايه قصه البطيخ؟ مش شايف تحتي اصلا ولا قدامي اساسا. ايه يا غزال؟
وصلنا البيت من نوع ما. ابو فرفان يا فرفان، بس مشكلتي ناقص عليها اغلى من السندوتش اللي اكلته من شويه. تعال يا صدى. لا لا يعني اكيد، لا اكيد مش كل طلق ده بشجن اللي اشتريته بعلق جي. ما اشتريتوش صح. انا شفت وحش تاني هنا. ايه تاني؟ اه ده بتاعها جاي منه. اوكي ايه لاكس اوفيس اي سي اون عشان اتحريت. الله بقى معانا 20 جول ده كويس. عايزين خمسة كمان. وايه ده؟ ده انا عايز ادخله ده. انا عايز ادخله والله البيت ده. جارة ده اسمه ايه؟ فوايا. اكسكيوز مي؟ مات ولا ايه؟ مش بجد ايه ده؟ انا فاكر البيت ده برضه افتكرته، مش فاكر لعبت فيه لعبه ايه، بس لعبه رعب. هو نفس البيت بالظبط. يا لا لا في حد هنا ولا هنا؟ مفيش. دي رجل فرخة؟ اه دي رجل فرخة. خدنا رجل فرخة. خدنا فلوس. فلوس. فلوس حلو. معانا 39، واو. We got money. فكرة ان المطور اصلا واضح ان دي اول لعبة يعملها او حاجة، لان هو من كتر ما رزع اسيتس جوه اللعبة، اللعبة لو تلاحظوا بتهنج في حتت معينة. شايفين؟ هو ده مش من اداء الجهاز. انت لو عندك جهاز ايه؟ انفيزبل وول. ف ده بيبقى ان جهازك مش عارف يلود كميه الحاجات الموجوده على الشاشه. مش انا اشوف البلد دي بتقول ايه. ده خلاص كده من مره. Thank you.
بيكتب عن فان فان ده بيكتب عن اي حاجه في اي حته فايرل نزل حاجه اهو نزل في فلوس ولا حاجه ولا ايه لو في فلوس فهي وقعت اهي رجل فرخة اتنين طيب انا عايز كام رجل فرخة بقى انجز بقى عشان عارف انت هنا وبتموت من ضربة واحدة انجزني انت فين؟ ده ابن الذين اللي بيرقص التاني راح فين؟ جاي ما نفسك وامنك وين راح فين؟ قصة من أول ايه ده بيت كونكون ايه الكونكون ده انا معرفش بس ده بيض واحنا بنجمعه ده صوت ايه بقى عشان ده صوت ايه تلات رجل فرخة ايه؟ انا كده جمعنا بيضتين ورجلين فرخة حاسس ان ناقصنا بيضة واحدة؟ ده صوت ايه؟ انا مش فاهم فين حاجة؟ صوت اي في دور تاني؟ مفيش دور تاني ولا ايه؟ اهو اوكي
اهو يا عم. ايه ده؟ ابروس ابروس ابروس. والله زي انتم ما حدش فيكم بقى يتكلم عن اللعبه يا شباب. اللعبه متعبه ومش عاجباكم ولا حاجه؟ هتبقى فيها 4 ادوار. هتتكلموا معايا عن اللعبه، يعني هتتكلموا معايا عن اللعبه تمام؟ تصرفوا. اكتبوا عليا قولوا لي ان انتوا مبهورين. اغيرها. عبد الله مش لازم تبقى بسيط يا عبد الله. يعني بقى لنا ساعة وساعتين اللي كنت بنلعبها. مش لازم ده يبقى الإفيه اللي انت بترميه. ما تبقوش زي عبد الله يا شباب. ما تبقوش زي عبد الله. تاكا بس مش ناقصنا حاجة كمان. أخيرا. اي حد اسمه عبد الله غيبت. والله ما اعرف احنا كده خلصنا ولا لا، بس انا هرجع على المدخل اللي احنا جاي منه. لعل وعسى تكون دي النهايه. يا جماعة لعبة جميلة، يا رب ما تطلعش من النور. آمين. أصل خلي بالك أنا ممكن أطلع أوت أوف باوند دلوقتي وأبهدل اللعبة كلها. أنا ممكن أبقى عظام اللعبة حرفيا. ليه؟ عشان الباشا حاطط إن أنت ممكن تنط. فدلوقتي ممكن إيه ده؟ شفت بقى مش قلت لك؟ عارف إيه دي؟ ده مربع النهاية. المربع ده بتاع النهاية. لما اخش هنا؟ لا. وايه اللي منور اصلا هنا؟ هذا البيت. طيب ده. السلام عليكم. معايا فلوس ف جاي اشتري حاجات. ليش هنا بقى؟ شوتجن دامج، بيستول دامج. كنت انا زودت سرعتي مرتين. هل دلوقتي اقدر اعمل اكزت؟ ما يعني ايه هاي هاي؟ somewhere a door opens. يا ترى فين؟ يا ترى فين؟ بقول لك ايه، معايا 4 جنيه. معايا 2 كمان هدوم لها برضه. استنى خليها تسترزق بقى، ما اصل مش هعمل بيهم حاجه انا. لا لا لا، وانا قلت ممكن تقف. افضل لا اصبر اصبر. خلصت اللعبة؟
عارفينها ازاي؟ اخلص ازاي بجد؟ انا متأكد شفت حد بيرقص بره كمان. عامل ايه؟ والله شفت حد بيرقص بره. اهو عامل ايه طيب؟ كلمك؟ اعمل ايه؟ اكلمك؟ لا اوه لازم اللي فات ده كان النهاية الكويسة. النهاية الكويسة يعني النهاية كويسة. دي كانت النهاية كويسة. النهاية السيئة أنا مش عارف. مش عايز أعرف. بجد مش عايز أعرف. النهاية 4 أصدقاء من رصيدك. هنشوف الموضوع ده بعدين. والله العظيم. هي ليها نهاية برضو؟ آه ليها نهاية تانية. ليها نهاية تانية. هشوف النهاية التانية بتقول ايه. استنى اسمها ايه؟ شوكسي يوتيوب. شوكسي باد اند. خلينا نشوف بتقول ايه. كلام النهاية الوحشة مجرد تكست. بصوا استنوا دي نهاية الوحش. خلاص كده. ان انت ما كسرتش كل البيض الشرير قبل ما تخلص اللعبة. فالبيضة الشريرة فقست فانت مت. تفتكر مروان صحي؟ والله لازم احذره. انا اقترحت عليه اللعبه. والله اكلمه مكالمه دولي ولا يفرق معايا. مروان ريحان كول لاود سبيكر. استنى شوف بس هزار. بس مش ليه؟ ايوه مفيش شبكة عندي. ايه اللي تقدم يا مروان؟ لحظة واحدة كده يا شباب معلش. ثانية واحدة لازم اوصل له. مروان اهو كول. ما انا هوصل له. لازم اوصل له. لازم اوصل له. ان شاء الله يرد. ان شاء الله يرد. ان شاء الله يرد.
لا لا كلمته على الديسكورد وان شاء الله يرد عليا او رد عليا. الو ايه يا مروان انا في ستريم ازيك؟ انا هشتم يعني؟ موبايلك مقفول. يا عم مقفول. اتصلت بيك عشان بس اقول لك، فاكر لعبه شوكسي؟ ايه شوكسي اللي انا قلت لك عليها امبارح وقلت هتصورها قبلي؟ الرعب يعني. يعني اللي فيها السلاح ريليتك ده. سجلتها؟ لا. طيب ما تضيعش فلوسك بجد. ماشي حاضر. شكرا. يلا مع السلامة. شكرا. باي. بس عشان بس نكسب فيه ثواب، عشان نكسب فيه ثواب بس. الواد من احسن العاب الرعب اللي لعبتها، الناس عملت عليها ضجه والله العظيم. استنى كده، عايز اتفرج على ريل من الريلز بتاعت الناس اللي الياني كانت خايفه منها. استنوا، في ريل والله. استنوا، في بنت كده. طب اجي انا اشتم منها؟ لا عمر معلش، استنى، ما ينفعش يا استاذ، ما ينفعش، انا ازعل شويه. في اسمه ده، في 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 ريل، في ريل، في حاجه. استنى مسجز كان مين اللي بعته لي؟ ده مايكل تاتشو دلوقتي اكتر حاجه فيك في الحياه، حاجه من الحاجات اللي هتبسطك يعني. مش دي تاني اهي. جاهزين يا شباب؟ الروسة mi c'è una sinistra la freccia. Queste manovelle non mi... Oddio! Ma le fa botte, regà! Guarda che passo! Ma la metta lì! Cazzo! لا لا حلوة أوي، مرعبة كمان. ايه ده والله يا كدومو، لو اللعبة دي خوفتك هي تقريبا اسمها كدومو. فأنا عندي ليكي لعب تانية كتير أرعب بكتير من دي. في ألفاظ يا غالي. أيوة احنا مالنا، احنا مالنا يا عبدو يعني، انت فاهم الكلام، احنا مش فاهمينه. احنا مالنا يعني، ولو حد اشتمني بالفرنساوي هفهمه. يا جماعة أعتقد كفاية أوي علينا كده النهاردة. أنا هقفل السيم ده وأشوفكم في يوم لاحق. ادعوا لي بس أعرف أشوفكم الكام يوم دول، لأن أنا من بكرة لغاية يوم 25 أربع أيام ورايا اسمه إيه، ورايا شغل متعب يعني. أراكم فيما بعد وإلى اللقاء. هو ده مش فرنساوي، ما أنا عارف إنه إيطاليا. لوجين يا لوجين، ما تبقيش نرمي يا لوجين، يا لوجين ما تبقيش نرمية يا لوجين، عيب يا لوجين، عيب يا لوجين، ما تتفرجيش عليا وانت نرماه. يلا سلام عليكم، باي باي. اصل شوف لو في حد عامل هوست ولا حاجه. لوجين نرمى يا جماعه.